أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین، آج ہم انشاءاللہ تعالی بخشش کی دعا سیکھیں گے. آپ نے اس دعا کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے. تو آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی ولمت نفسی ظلما اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم